يصعب رعاية طفل يستخدم قسطرة وريدية مركزية. وضع عاملو برنامج التغذية الوريدية المنزلية بمستشفى بوستن للأطفال ومركز دانا فاربر للأطفال المرضى بالسرطان واضطرابات الدم مقاطع الفيديو هذه لإكمال تعليمات الفريق الطبي لكم. صممت مقاطع الفيديو هذه لمساعدتك أنت وطفلك في الحصول على أفضل رعاية للقسطرة. هدفنا هو منع أي مضاعفات وخاصة العدوى. ولا يمكن اعتبار مقاطع الفيديو هذه بديلاً عن الزيارة المباشرة. قد تختلف بعض أوجه الرعاية التي تحصل عليها. لقد حاولنا تغطية المبادئ الأساسية التي قد تفيد معظم المرضى. قد تختلف المستلزمات الطبية في الشكل. من المهم دوماً امتلاك المستلزمات المناسبة قبل بدء التعامل مع القسطرة الوريدية المركزية. يجب عدم تجاوز الخطوات، فكل خطوة مهمة. هناك ثلاثة أنواع من القساطر الوريدية المركزية: قسطرة مركزية مدخلة محيطياً، وقسطرة برافيك، وبورتكاث. وسنشير لاحقاً لكل الأنواع السابقة باسم القسطرة. القساطر هي أنابيب طبية تدخل أسفل الجلد وتتصل بوريد كبير. موضع خروج القسطرة يخرج منه الأنبوب من الجلد. يوجد ضماد القسطرة أعلاها. يجب تغيير ضمادات القساطر كل 7 أيام أو عند ارتخاء الضماد أو اتساخه أو تعرضه للرطوبة. هذا غطاء القسطرة. هذه وسادة كحولية تستخدم للتنظيف. هذا شاش معقم يأتي في عبوة خاصة. هذه قفازات طبية معتادة. هذه قفازات معقمة. تأتي القفازات المعقمة في عبوات فردية، ولا يجب لمس الجزء الخارجي منها بأيد عارية أو غيرها. هذه الحقن، يمكن استخدام حقن الهيبارين أو محلول ملحي. هذا القناع، ويتم وضعه عند تغيير الغطاء أو ضمادة القسطرة.